هذا الحادث بطبيعه الحال كما قلنا سابقا انه من الاحداث التي يجب ان نقوم بها، من اللقاءات التي يجب ان نقوم بها، لان هذه الكفاءات المغربيه الموجوده بالخارج كفاءات اعطت الكثير لدول الاستقبال، فلا بد ان تعترف بجميل ما قام لها في حق وطنها. وهذا اللقاء لقاء كيثبت الانتماء، التشبث بالروح الوطنيه، لقاء ياتي لاجل خدمه الصالح العام المغربي وتزكيه المكتبه المغربيه القانونيه. هذا اللقاء بطبيعه الحال بالنسبه لنا سياسه تدخل في اطار سياسه الملويه صاحب جلاله نصره الله، وبطبيعه الحال هذا واجب علينا احنا كجاليه مغربيه، لان الهجره المغربيه والجاليه المغربيه يجب ان تنخرط في جميع التحولات الديمقراطية في المغرب، دعم كل المبادرات التي تهدف إلى للذهاب المغرب إلى الأمام. وبطبيعة الحال نحن غيور على وطننا، وهذا واجب علينا على أساس أن نقوم بهذا العمل هذا من أجل بطبيعة الحال المساهمة ولو بقليل في تنوير القانون المغربي، في إغناء المكتبة المغربية القانونية، ونتمنى التوفيق. في خصوص هذا المنتدى، هو في حقيقة منتدى مهم يرمي إلى مناقشة مجموعة من الإشكالات المطروحة، أو مناقشة أيضا مجموعة من النقائص التي تعتري مدونة الأسرة بعد 14 سنة من بداية تطبيقها. لا شك بأن مدونة الأسرة أتت بمعطيات جديدة ومهمة فيما يخص تنظيم العلاقة الأسرية، وكذلك تنظيم الآثار المتعلقة ببعض الشقاق الذي يصيب هذه الأسرة، لأن الأسرة في الحقيقة هي النواة الأولى للمجتمع، وهي التي تنظم أو تعطي آثار مهمة بالنسبة للعلاقات الأسرية والمجتمع ككل، لأن بدون أسرة لا يمكن تكون مجتمع، وبالتالي فإن هذه الأسرة من الواجب وضع قوانين لها، هي قوانين متقدمة تعطي الحلول للإشكاليات المتعددة التي تعتري الأسرة بما فيها الطفل والمرأة والمرأة. كنتواجدوا الآن في هذا الملتقى الثالث الخاص بمحامون الجالية المغربية من جميع أنحاء العالم، بشراكة المنظم بشراكة بين وزارة الهجرة والسلطة القضائية، وكذلك بين وزارة العدل، حول مدونة الأحوال الشخصية، التطبيق ما بين الواقع والاتفاقيات الدولية. هذا موضوع له رهينيته، نظرا أولا لمرور 15 سنة على مدونة الأحوال الشخصية وتطبيقها، ظهور مجموعة من النقائص، ظهور كذلك أن الواقع أصبح يتجاوز مجموعة من النصوص القانونية، والتي آن الأوان أنا شخصيا أقول لمراجعة المدونة بصفة عامة وليس فقط تعديل بعض المواد القانونية. كذلك هذا الملتقى اللي أنا كنعتبره هذا ورش الآن فتح من طرف جميع الفاعلين، بما فيهم المحامون، بما فيهم العدول، بما فيهم الموثقون، يعني جميع من يشتغلون على هذا الموضوع للتدارس حول هذه الإمكانية، إمكانية إعادة النظر في هذه النصوص من خلال الشهادات القضائية التي صدرت، من خلال القرارات والأحكام التي صدرت. هناك أحكام كانت جريئة، كانت مجتهدة، كنحييو قضاة الذين بالفعل قاموا بهذا المجهود هذا، ولكن هناك كذلك أحكام لم تكن في مستوى حتى تنزيل السليم لمدونة الأحوال السابقة، وبالتالي احنا كنعتبروا بان الورشات او الورشات المقررة في هذا الملتقى يمكن غادي تفتح النقاش على مصراعيه في جميع القضايا، خصوصا المتعلقة بالمغاربة المتواجدين في ديار المهجر واكراهات حتى تنزيل المدونة. لذلك احنا كننتظروا بالفعل الان سمعنا بعض الكلمات اللي بالفعل غادي فيها التوجه، كلمة ممثل أو الكاتب العام لوزارة العدل الذي صرح بأن بالفعل هناك غتكون واحد المحاولة ديال المراجعة الشاملة
شاملة، وما اقتصرتش ما اقتصرش الامر فقط على تعديل بعض المواد في المدونة. سمعنا كذلك الممثل رئاسة السلطة القضائية وكذلك الممثل او السيد يعني رئيس النيابة او رئاسة النيابة العامة، الكل مجمع الان بانه ان الاوان لإعادة النظر انطلاقا من الخطاب الملكي، انطلاقا كذلك من هذا التحول النوعي اللي درناه داخل المغرب على مستوى الترسانة القانونية، على مستوى تصديق الاتفاقيات الدولية. وبالتالي كيبقى ان من الصعب نبقاو كنطبقوا واحد المدونة اللي اثبت التطبيق ديالها انها يعني ان اصبحت تجوزت او اصبحت متجاوزة، واعطت كذلك ان بالنسبة ان هناك نقائص. اللقاء ديال اليوم هذا كان مبادرة من وزارة الجالية على السيد الوزير السيد العتيق، ونادى الهيئة الوطنية للعدول. لماذا؟ لان مدونة الأسرة وعقد الزواج اللي تنتكلموا عليه اليوم خصوصا في هذه الصبيحه، الجهه الوحيده الموكل لها ذلك عندنا في المغرب الان هي الهيئه الوطنيه للعدول والساده العدول. اذا ما ذكر الزواج وباقي العقود الاخرى المتعلقه بتوثيقها على شكل عدلي، فان العدول هم مهتمين بذلك. لهذا نادانا السيد الوزير المحترم لكي نكون طرفا في ايجاد بعض الحلول اللائقه بالمغاربة الذين يعيشون خارج أرض المملكة. بالنسبة لحنا لهذا اللقاء جيد جدا، لأنه كيهم مشاكل ديال المغاربة مغاربة العالم، مشاكل اللي كتعني بالأحوال الشخصية. هذه المشاكل يعني تواجد المغاربة في الخارج كطرح مجموعة من الإشكالات فيما يخص الأحوال الشخصية. هنا هذا المنتدى يعني غادي يسلط الضوء على هذه الإشكاليات ويخرج بنتائج يعني كنتمنى تؤخذ بعين الاعتبار في تحيين مدونة الأسرة المغربية. المغاربة الخارج، مغاربة يعني العالم، يعيشون في بيئة مغيرة، ثقافة مغيرة، ويعني وخصنا المدونة الأحوال الشخصية تتلائم مع هذه الوضعية ديال مغاربة العالم. مشاكل عديدة كطرح على مستوى الزواج، على مستوى الطلاق، على مستوى ديال الأطفال يعني المهملين المتخلى عنهم، مشاكل النسب، مشاكل عديدة. حضرنا لهذا اللقاء بدعوة كريمة من وزارة الهجرة، وكذلك بشراكة مع جمعية المحامين ديال المغاربة المقيمين بالخارج. نحن مساهمون بصفة فعلية في هذه الندوة المتعلقة بمدونة الأسرة. بطبيعة الحال مدونة الأسرة إن كانت تهم الجميع المواطنين المغاربة فهي تهم بصفة خاصة المواطنين المقيمين بالخارج، نظرا لخصوصية تواجدهم خارج أرض الوطن، خاصة فيما يتعلق بعض الإشكالات كالزواج المختلط وكذلك بعض الحقوق، لأنه في الدول الأجنبية هناك قسمة بين الممتلكات إلى آخره، الشيء الذي لا ينص عليه القانون المغربي. مدونة الأسرة إذن أعتقد بأنها منذ الآن 15 سنة هناك بعض العمل القضائي، حتى لا أقول الاجتهاد القضائي، الذي فسر بعض النصوص والذي أصاب في كثير منها وربما أخفق في بعض التفسيرات. أعتقد أيضا بأننا نحن هنا اليوم لتناول أولا ما هو موجود والسعي إلى تجويد النص القانوني لمدونة الأسرة. مدونة الأسرة أيضا لا تهم فقط الرجل والمرأة الذين اختاروا أن يتزوجوا، ولكن تهم أيضا يعني طرف ضعيف، طرف يستحق منا كل يعني العناية، وهو الأطفال الناتجون عن العلاقة أو انفصام العلاقة ديال الزواج.
لذلك أنا أعتقد بأن أهم محور في هذه الندوة يجب أن يكون للطفل، حقوق الطفل، لأنه في بعض الأحيان نعيش مأساة حقيقية أن الزوجة باش يعني تشو العطف ديال القاضي أو القاضية كتجي معها الوليدات كيعيشوا هذاك الجو المشحون بينهم، كيخرجوا من القاعة كيتخاصموا قدام وليداتهم، الوليد اللي كيشوف باه كان كملاك وكيفاش كتعامل مع أمه في الدار واحد الوقت، ملي تجنجت العلاقة كيصبح كيشوف واحد الأب آخر، يعني هذاك الشيء. لذلك قيل في علم الاجتماع بأن الطفل أبو الرجل. لا تنسوا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.